طيب اسمح لنا يا استاذ رفعت، طبعا معانا خبر بعد كده، خبر مهم طبعا، ويعني كان الفتره فاتت عليه كلام كتير جدا، فاسمح لنا نقوله ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، مستشار الرئيس للصحه، الفطر الاسود ينمو في ظروف بيئيه معينه وترشيد الادويه ضروري. كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه خلال تصريحات صحفيه ان الفطر الاسود ليس جديدا، ونحن في تخصصنا الطبي نعرف الفطريات حيث أنها من ضمن مسببات الأمراض كما نعرف البكتيريا والفيروسات، وقال أن الفطريات تنمو في ظروف بيئية معينة، لذلك عندما زادت حالات كورونا في الهند ومع زيادة عدد السكان أصبحت نسبة الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته كثيرة، وأصبح المرضى أكثر عرضة للالتهابات الفطرية. طبعا استضافة حضرتك تابعت طبعا الفترة اللي فاتت يعني الزيادة في الإصابات في الهند، وطبعا ظهور بعض الأمراض الأخرى زي الفطر الأسود، ويعني بعض الأمراض اللي لما المصريين بيسمعوا عنها طبعا بيصابهم حالة من القلق والذعر. فطبعا الحمد لله يعني بيطلع تصريحات، بنحاول ان احنا نوضح هذه النقط وهذه ما بعرفش عشان نهدي بس من روعة المشاهدين، فبرضو حابين حضرتك تشاركنا في هذا الرأي. شوف حضرتك، هناك فرق ما بين تحورات فيروس كورونا كما شاهدناه من سلالات بدأت جديدة تظهر سواء في لندن أو في جنوب إفريقيا أو في الهند وغيرها أو في فيتنام كما أعلن مؤخرا، وهناك فرق ما بين تحورات الفيروس وما ظهر كناتج على ذلك في الهند أيضا بما يسمى الفطر الأسود. وحتى في بعض المناطق بدأ يظهر هناك نوع من الفطر أطلقوا عليه كلون اسم الفطر الأصفر. هذا الفطر أو هذه الإصابات الفطرية ليست بسبب كورونا وليست تحورات لفيروس كورونا، لأن هذا الفطر وهذا المرض موجود منذ مئات السنين، لكن البيئة التي ينمو عليها ويظهر بسببها هي البيئة التي يجد أن الجسم مناعته أصبحت أقل، النظافة أصبحت أقل، نسبة الأمراض التي تصيب جسم الإنسان كثيرة، وبالتالي مناعته تضعف لتتيح الفرصة ليظهر هذا الفطر الأسود أو الأمراض الفطرية الأخرى بالنسبة للجسم. لأن الناس انزعجت تماما من ظهور ما يسمى بالفطر الأسود في الهند، والبعض اعتقد أنه بسبب كورونا أو تطورات فيروس كورونا أو تحورات فيروس كورونا. هذا غير صحيح، لأن ده مرض مختلف، لكن البيئة بينشأ فيها عندما يضعف الجسم وتضعف مناعته ويصاب بأمراض تؤثر بالسلب على مناعة الجسم، هنا يكون الفرصة لظهور الفطر الأسود. بالتالي أهم شيء هو تقوية مناعة الجسم والنظافة الشخصية لمواجهة هذا الفطر، وله علاج عكس ما هو موجود بالنسبة لفيروس كورونا. لا يوجد علاج حتى الآن له على مستوى العالم، لكن ما نأخذه حاليا لمواجهة عند الإصابة به هي مقاومة الآثار المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا. فبس إذا أصيب الجسم بالتهاب رئوي بسبب كورونا بأخذ مضادات للالتهابات الرئوية، ارتفاع درجة حرارة بأخذ أدوية لتخفض درجة الحرارة. أما علاج الفيروس نفسه كعلاج لم يكتشفه العالم حتى الآن، هذا غير ما يسمى بالفاكسين أو اللقاح التي يقي الإنسان بنسبة كبيرة من الإصابة بكورونا. أما الفطر الأسود فله علاج، وهو مرض موجود قبل ظهور فيروس كورونا ومرض من ضمن الأمراض الفطرية، ويظهر في بيئة تساعده في الظهور وهي ضعف مناعة الجسم بشكل كبير وعدم النظافة الشخصية بالنسبة للإنسان. مظبوط فعلا كلام حضرتك، احنا بنوضح برضو كل هذه النقاط لمشاهدينا علشان ما يبقوش يعني يصابوا بحالة من الهلع والقلق، ويعني لو التزمنا بإجراءاتنا والتزمنا زي ما حضرتك أوضحت برفع المناعة والنظافة الشخصية، إن شاء الله يعني ربنا يبعد عننا كل مرض وكل وتنتهي هذه الجائحة بخير يا رب إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا رب.